اهلا بحضراتكم من جديد. عبد الرحمن، كنا بنتكلم في الفصل دلوقتي، كنت انت من ضمن اللعيبه اللي موجوده مع النادي الاهلي في البطوله الافريقيه التاسعه، كنت موجود في المعسكر اللي قبل المباراه. احكي لنا بقى يعني ابرز الكواليس اللي حصلت في المعسكر ده. هو ابرز الكواليس طبعا ان كان مثلا كان وقتها كابتن وليد كان مصاب بكورونا، وليد سليمان كابتن وليد كان مصاب بكورونا ودخل على المعسكر قبل الماتش بيومين. كهربا كان نفس الكلام، انضموا. كان ابرز الكواليس بصراحه يعني حاجات انا شفتها وعشتها، مسؤوليه بتاع اللعيبه كلها بصراحه، سواء ما كانش في فرق مين اللي هيكون موجود. بصراحه كان كله عايز بس ان المكسب، لانه اهم نهائي اظن نرجع 20 سنه ورا، هو ده اهم نهائي بصراحه. اهم مباراه. محمد الشناوي، قفشه، السوليه، الكلام كان اللي بيدور ايه في المعسكر مع اللعيبه كلها؟ اللعيبه كلها كان في تركيز. كابتن الشناوي كان حتى اللي كان بينزل متاخر على الفطار، على الغداء، كان ما بيعديش حاجه. حتى التفاصيل الصغيره دي انا حلوه الصوره دي انت بتتكلم، ارجعوا لنا بيها تاني مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. دي في تتويج الدوري اللي فات. دي كانت في تتويج بطوله الدوري. في التتويج كنا بنتكلم في الكواليس. كان كابتن الشناوي بيتكلم. بصراحه دي الصوره دي كانت مع كابتن سيد. كابتن سيد بصراحه كابتن سيد من الشخصيات اللي بتعاملنا بصراحه كوالد، يعني مش كراجل مسؤول. بيعاملنا بشكل جميل يعني، بصراحه بنستفاد منه يعني. فبكلم حضرتك، ارجع لحضرتك للنهائي والكواليس. كان كابتن الشناوي بيتكلم بصراحه، يعني انت بتشوف واحد، لا ده كان الامر يعني مش أكيد بس فيها خبرات كبيرة ليكوا دي. طبعا انك تشوف ناس بتتكلم بشكل عام ان هو الماتش ده نكسب وبعد كده مش مهم، مش عايزين نلعب كرة تاني. يعني حضرتك موقف والله يعني حاجة مهولة يعني.